وخاصة المدارس والجامعات اشتغلت بقالها أسبوع في منطقة مثلا الزمالك، مدرسة خاصة محترمة جدا قدام المحطة. في منطقة نص البلد، طبعا في منطقة نص البلد ده شارع رمسيس مع شارع 26 يوليا اللي هو شارع فؤاد، حتى كنت زي ما انا سامع حتى كنت ساكن في نص البلد ده، كان اسمه شارع فؤاد ايام زمان. أيوة. جنب دار القضاء العالي محطة ناصر. محطة ناصر دي في نص البلد، كل الناس اللي راحة دار القضاء العالي وكل الناس اللي راحة ده دي حتة يعني مخنوقة، كانت محتاجة تتنفس، كانت مقفولة بالكامل شارع 26 يوليا، وجايز يجيبوا الصور لحضرتك دلوقتي. 26 يوليا كان مقفول بالكامل. اتفرج النهارده على شارع 26 يوليا بعد ما خلص والارصفة اتبلطت في الجديد والشارع اترصف واتبلطت والدنيا فتحت. المنطقة دي كانت يا فندم مقفولة لسنين، 4 سنين لحد دلوقتي تقريبا مقفولة بالكامل. يعني 4 سنين تقريبا مقفولة المنطقة دي بالكامل، ومنطقة الزمالك ومنطقة الكتكات. النهارده الحمد لله بعد سيادة الرئيس ما أذن بالافتتاح، دخلت مجلس الوزراء برضه خدت منهم تصديق من مجلس الوزراء يوم الأربع على طول قبل الافتتاح والتشغيل، إن أنا أفتتح تشغيل تجريبي بالجمهور لمدة شهر ثم افتتاح كامل. خلاص النهارده زي بعد شهر، ولكن إحنا بنقول تشغيل تجريبي بالجمهور عشان وارد إن أنا مثلا لقيت فيه جمهور زيادة أو ما أقلل زمن التقاطر، يعني أقلل زمن الفواصل بين القطر والقطر، يبقى مثلا بدل ما هو دقيقتين يبقى دقيقة، بدل ما هو 5 دقايق يبقى دقيقتين. القطر اللي بيجي مثلا الساعة 6 الصبح ما عليهوش زحمة كتير أو ما خفف شوية، عشان كده مسمينه تشغيل تجريبي بالجمهور. ولكن هو القطار جاهز بنسبة 100% وشغال 100%. المفاجأة بقى يا أستاذ عمرو إن إحنا لما نزلنا وروحنا أهو حضرتك مشكورا جبت الشوارع ايه بعد ما خلصت واتملطت الارصفة خلاص والشوارع. ما هو الشغل انا فاكر يوم حضرتك دخلت معايا وكنت بتعتذر للناس اللي في الزمالك لانه كان المترو بيعدي تحتهم، ورحت بنفسك وشفت العمارة ورممتها لهم، وكانت الدنيا صعبة جدا، وكانت الناس بتقول احنا مش عايزين المشروع ده، احنا ضد. ودلوقتي الدنيا اتغيرت خالص. حضرتك النهارده شوف الصور دلوقتي لو كانوا جابوها لحضرتك بتاعت سكان الزمالك وخاصة عمارة الشربات اللي موجودة في الزمالك، وهم خارجين بيحتفلوا بينا وبيدوا ورد للعاملين اللي كانوا في المشروع، وبيدوا وردة للسفير الفرنسي اللي موجود، وبيدوا وردة للسفير الاتحاد الأوروبي اللي موجود. شوف فرحة أهالي الزمالك في عينيهم وفي الصور اللي كانت موجودة معانا امبارح. عايز اقول لحضرتك المفاجاه ان انا كنت متوقع ان الكتكات تجيب عدد كبير جدا من الجمهور، ولكن المفاجاه ان الزمالك نفسها منطقه الزمالك الناس فعلا سابت عرابياتها راكنه في الشوارع. ايوه طبعا مطمنه وركبت. انا اهلي ليا اعمامي واخوالي ساكنين في الزمالك، هم امبارح بيكلموني قالوا احنا سيبنا العربيات وركبنا المترو اللي كان منهم رايح العباسيه واللي كان رايح جامعه عين شمس واللي كان رايح في لا يا فندم يعني لو انا قريت صح انه المسافه تاخد من مدينه نصر للزمالك 18 دقيقه، مين عايز يسوق بقى؟